كل واحد مننا عنده العديد من المشاكل والضغوط، مشاكل نفسية وسلوكية، مشاكل صحية، مشاكل مالية، مشاكل أسرية، مشاكل في العلاقات، ومشاكل روحانية. أحياناً بنوقف عند مشكلة وما نعرف كيف نحلها أو نتصرف فيها أو حتى نخلص منها. كده إحنا محتاجين لحاجة اسمها الكوتش، أو الشخص اللي بيكون موجه فعال لينا وممكن نعتبره شريك نجاح أو مثل أعلى أو قدوة أو داعم. الكوتش ده أنواع كثيرة، منها كوتش رياضي، كوتش تمثيل، كوتش أداء صوتي، كوتش أو موجه مالي، كوتش روحاني، كوتش شخصي. معظم الناس لما بيسمعوا كلمة كوتش على طول يفتكروا إنه الكوتش تبع رياضة وخلاص، وهذا غلط. لفظة كوتش أخذوها من عربية الخيل إلا بأربع عجلات إلا بتنقل الأشخاص للمكان اللي بدهم يروحوا بأكثر الطرق وأسرعها وأكثرها أماناً. أساس الكلمة من مدينة كوكس في المجر. هنا في سؤال، الكوتش دوره إيه بالضبط؟ يسأل عدة أسئلة ويوصل إلى تحليلات معينة ويوجه الحد ده. الكوتشنج علاج واستشارة. الكوتش خبير في مجال عمل الشخص ويوجهه عشان ينجح. كل لفات غلط، ده مش الكوتشنج نهائيا. الكوتش هو اللي يسأل بمهارة ويستمع ويحلل الإجابات ليصل إلى أساس المشكلة، لأنه كثير بيتكلموا في نقطة معينة وبيعتقدوا أنه هي دي المشكلة وبتكون المشكلة حاجة تانية. يساعدك أنك تفكر وتقرر وتصمم مستقبلك، يركز على أهدافك ويكون ملهم لك، يستمع إليك باهتمام ويؤكد ما تعرضه عليه، يكون مبدع ويركز على اهتماماتك، يركز على الجوانب الأخلاقية والمبادئ والقيم، يفتح لك آفاق جديدة لترى وتفكر بالمشكلة من زوايا مختلفة، يتابعك خطوة بخطوة إلى أن تصل للنجاح المنشود. الكوتشنج ممارسة وعملية بناء لتحقيق الأداء الأفضل عملاً بمبدأ win-win.